بآخر فقرة لليوم عنا مبادرة اغترابية لمساعدة الجمعيات اللبنانية. عم بهالمبادرة والفكرة روبير حرفوش، ورح بيكون معنا لايف سكايب من فرنسا. روبير بونجور. بونجور. ان شاء الله تكون عم تسمعني منيح. بدنا ناخذ فكرة عن هالمبادرة لو سمحت. ليه او كيف طلعت معك الفكرة وكيف بتقدر من خلالها تساعد الجمعيات؟ دونك مثل ما بتعرفوا اليوم الجمعيات عندها من زمان بتعمل دي كوليكت اليمونتير قدام السوبر ماركت، يعني بتوقف قدام السوبر ماركت لما حدا يكون فايق بتقول له بليز فيك تساعدنا تشتري لنا مثلا كيس رز حليب للاولاد، بفوت الشخص وهو وظاهر بيعطوني هو وظاهر. اليوم بالاوضاع الصعبه بنعرف انه هيدي نوع الحملات كثير صعبه وما بقى تمشي، دونك اجتنا الفكره انه نعمل نفس الشيء بس نعمله اونلاين. دونك كيف بتصير القصه؟ بتيجي الجمعيه بتحكي معنا بتقلنا بليز جاست هيلب، انا بحاجه ساعد 200 عائله. لاقدر ساعد 200 عائله بحاجه ل 100 كيس رز، 100 كيس باك. بعدين بنخلق لهم الحمله وهن بيبعثوا هالحمله لكل العالم اللي بتحب تساعد. هيدي الطريقه بصير كل واحد بيقدر يفوت ينقي شو حابب يشتري للجمعيه بيدفع حقهم، ونحن اخر الحمله بنوصل كل هالبضاعه دغري للجمعيه وهي مسؤوله على التوزيع مشان العالم المحتاج. نحن لكينا عم نحكي عن هالجمعيات اللي موجوده بفرنسا ولا بلبنان او بتقدروا مع البلدين، يعني خلينا ناخذ شويه تفاصيل لوجستيه منك روبير لحتى نشوف كيف بيقدروا يدفعوا، لمين رح تروح المساعدات، مين الجمعيات يلي عم بتكون موجوده ومتفقين معها، وقد ايه صار لكم بلشتوا؟ اكيد نحن الستارت اب تبعنا هي ستارت اب لبنانيه، دونك الشركه هي لبنانيه وبنفس الوقت عندها وجود بباريس. كل الجمعيات اللي عم نحكي عنها اليوم هن جمعيات لبنانيه معروفه بلبنان، ونحن هدفنا نعطيها هيدا التول، هيدا يعني السوفت وير تيقدروا هن يعملوا حملات تيقدروا يجمعوا اكيد دوري اليمونتير للعالم المحتاج. نعم. قد ايه صار لكم بلشتوا وكيف عم تقدروا تتواصلوا؟ نعم. نحن اوفيت بلشنا اول سنه الماضي، دونك بلشنا نخلق هذا البروجي قبل ما تصير المشاكل بلبنان بخصوص الكريز ايكونوميك وبخصوص الكوفيد 19، والحمد لله انه بلشنا شوي قبل لانه حاليا كان كل شيء صار مؤسس، معناتها الشركه معناتها لقينا دي فورنيسور بيقدروا يعطوا اسعار كثير منيحه للجمعيه، قدرنا نخلق البنك اكونت وقدرنا نعمل انه خلال هيدي الستارت اب اللبنانيه من خلال العالم كله بيقدروا يشتروا بضاعه بالليره اللبنانيه للجمعيات لوكالمون. دونك كل شيء بيصير او نيفو دو ليبان على صعيد لبنان. نعم. اليوم قد ايه عم تقدروا تجمعوا وهل ممكن يكون في ايضا مساعدات ماليه مش بس عينات ومواد غذائيه؟ هذا سؤال كثير منيح، صراحه نحن جاست هل خلقناها تنقدر نخلي الدونر يعرف اكزاكتومون شو عم بيعطي، يعني وقت يكون عم بيعطي ما يحس حاله عم بيعطي مصاري مش عارف هاي المصاري صراحة كيف استعملت لتساعد العالم. نحن العكس تبعنا هو انه سي دي دونغي اليمونتير ما بنشتغل ابدا بالمساعدات المالية، يعني هيدي المصاري وقت الحالي بيساعد عم يشتري بضاعة هو اكيد انه رح يوصل هيدي البضاعة اللي اشتريها للجمعية اللي حب يساعدها. نعم. دونك لا، الجواب هو صراحة ما في مساعدات مالية تنعطى للجمعية من خلالنا، أكيد في غير شراء
غيرنا بيعملوا هذا السيستم اللي بخلي الجمعيات الجميع تلم مصاري مشان تساعد اكيد بكثير قصص نحن اليوم مش قادرين نساعد فيها، مثل الادويه بركي او مثل الاجارات او هيك قصص مختلفه. نعم، كيف اخترتوا الجمعيات وهل بعد عم تقدروا تستقبلوا جمعيات جديده انه تقدروا تساعدوها كمان؟ اكيد. دونك نحن السيستم تبعنا بيقدر يستقبل كثير جمعيات، واليوم انا بنادي الجمعيات اللي بعد ما بتعرفنا تيجي تكتشف شو بنعمل تنقدر نخلع لها كوليكت اليمونتير لإلها. دونك شغله كثير مهمه كمان هو انه البروسيس كله سهل للجمعيه، دونك نحن رح نساعدها بكل مراحل الكوليكت اليمونتير، وهن شخصيا رح يساعدونا كمان تيبعثوا لكل العالم اللي بيعرفوهم تيطلبوا منهم يساعدوهم. دونك هي كل شغله تخلي انه هذا الشيء ينجح هي سهوله الشخص اللي عم بيعطي انه بيقدر تاكسي كابس ثاني يساعد من ورا بيته ويكون عارف كيف عم بيساعد ومين عم بيساعد. عم بيكون في كفايه تبرعات روبير او عم بتكون الحاجه اكثر بكثير يمكن من اللي عم ينعطى؟ نعم، اكيد الحاجه كثير كبيره لكل هالجمعيات بلبنان. اليوم بقدر اعطيك رقم قد ايه جمعنا قيمه مصاري بضاعه لجمعيات، صرنا مجمعين حوالي 80,000 دولار ضاعه للجمعيات. دونك العالم كثير عم تتجاوب بوزيتيفمون مع هيدي طريقه التبرع، ونحن ديجا وزعنا ديجا نص هالبضاعه وصلت للجمعيات والجمعيات قدرت توزعها لكل العالم. دونك خلال شهر واحد قدرنا نجيب دونيشنز قسم كبير منها جاي من عالم لبنانيه، بس قسم كبير بس النص جاي من لبنانيه عايشين بالاغتراب بكل بلدان العالم. يعني هيدا اللي كان سؤالي التالي، هالبلاتفورم قد ايه هي انترناشونال فينا نقول؟ قد ايه هي لكل العالم حتى مش بس اللبنانيين يساعدوا بعضهم، يمكن اي اجانب بيقدروا يساعدوا كمان؟ اكيد، نحن كثير عملنا طرق تنسهل طريقه الدونيشن. طريقه الدونيشن بيكون الدفع من خلال كريدت كارد. دونك اي انسان بالعالم كله عنده كريدت كارد يقدر يفوت يدفع. حتى حطينا طرق مختلفه للمساعده، واحده منهم هي المساعده بركي كاش. دونك شخص موجود بلبنان بفوت بنقي شو بده يعطي للجمعيه وبقول انا حابب ادفع كاش، بعدين نحن بنتواصل معه تنيجي ناخد هالمصاري تنقدر نشتري فيها البضاعه. كمان الفيرمون بوسيبل، يعني بيقدر يطلب من البنك تحول هالمصاري دغري على حساب جاست هيلب. وطريقه ثانيه هي الطريقه كمان الدفع بالشيك كمان ممكن. نعم، اليوم اي مواد هي الاكثر شيء حاجه عند الناس؟ طبعا، دونك اكيد نحن مثل ما بنعرف اكثريه الجمعيات وقت تعمل حملات تامن مواد غذائيه العالم دغري عندها توندونس تجيب لهم امور اساسيه مثل الرز مثل الباستا. دونك بتنتهي الجمعيه عندها كثير من هالمواد، الوغ كو في غير برودويات عايزينها بس العالم ما بتفكر بتنسى تعطيهم اياها، مثل رح احكي دونتيفريس، مثل دواء تنظيف، مثل بيتون، قصص كثير مهمه اليوم بالحاله اللي عم نعيشها بالكوفيد. دونك نحن بنقلها للجمعيه قلنا اكزاكتومون شو اللي ناقصها وكومبليتي اللي عندها اياهم، وقتها تعمل مثل بوكس اليمونتير لعائله يكون هالعائله عم بيوصلها كل المواد اللي ممكن تحتاجها خلال شهر. الشغله اللي كثير مهمه منيحه بالبلاتفورم انه وقتها يجوا كثير متبرعين ويعطوا تبرعات بينتبهوا انه ما بقى عايزين باغ اكزومبل دونتيفريس، لانه هدف الدونتيفريس وصل، دونك ما بقى فيهم يشتروا دونتيفريس. بلاحظوا انه مثلا بعد عايزين جمعيات زيت زيتون او زيت قلب، دونك نحن بنوجه الدونر كمان تيعرف شو لازم يعطي وشو بعد في نواقص. نعم،
خلينا نرجع نذكر قبل ما ينتهي وقتنا كيف بنقدر كل شخص لوين بفوت اي دومين اي بلاتفورم، بليز نرجع نعيد كل هالديتيلز قبل ما نختم الحلقه. نعم اكيد، انا اكيد بدي اتوجه لكل الجمعيات بعد ما بتعرفنا تجي على السيت تبعنا اللي اسمه just-help.org just-help.org تتواصل معنا تنخلق لك كونكت. كمان بعزم كل العالم اللي عم تشاهدنا اللي بتعرف جمعيات حتى لو هالجمعيات ما عندها ستركتور ديجيتال ما عندها اكيب كبيره يحكوا عنا، لان احنا عم نقدر نساعد حتى هالجمعيات الصغيره تقدر تحط كل شيء اون بلاس، اكيبتنا عم تساعدهم بكل هالموضوع. وبتمنى كمان على كل المشاهدين اللي عم يحضرونا اذا حابين يعطوا دونيشن قد ما كانت صغيره، يوم الدونيشن على البلاتفورم جسر فينا نشتري بس كيس رز ب 2000 ليره. نحن هي قيمه ال 100,000 ال 80,000 ديجا جمعناها للجمعيات هي كنايه عن تبرعات كثير صغيره. نعم. قد ما كان التبرع حجمه كثير منيح كثير بساعد. ثانك يو لك. البلاتفورم. نعم. فوالا. ثانك يو لك روبير حرفوش، اكيد يعطيكم الف الف عافيه، وكثير مهم قد ايه الناس اليوم عم بتساعد بعضها فعلا. وبهالروح الحلوه بننهي حلقتنا ب ام تي في الايف لليوم، موعدنا بجدد بكره على الساعه 8:30. ستي سيف ستي هوم، باي.